أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. في الفيديو ده هنعرض مع بعض كلمات الدرس الثاني من الوحدة الرابعة. زي ما احنا متعودين، أنا هقول الكلمة وحضرتك هتردد ورايا لحد ما تحفظ الكلمة قراءة وكتابة. أم ماجازان، أم ماجازان، أم ماجازان. أم ميتيي، un métier, un métier, un vendeur, un épicier, un boulanger, un pharmacien, un boucher, un boucher, un pâtissier, un libraire, un poissonnier, un poissonnier, un poissonnier, un marchand, les pâtés, le fromage, les fruits, les légumes, les poissons, une librairie, une épicerie, une épicerie, une boulangerie, une poissonnerie, la viande, les huîtres, les pâtes, la sauce, rester, passer, se passer, venir, rentrer, partir, faire la cuisine, faire la cuisine, frais, fraîche, fraîche. En général, chez, rapide, au moins. وبكده نكون انتهينا من كلمات الدرس الثاني من الوحدة الرابعة. أتمنى إنها تكون عجبتكم، وعلشان توصل لأكبر فايدة من الفيديو لازم إنك تكرر الكلمات أكتر من مرة علشان تحفظ الكلمات قراءة وكتابة. ما تنساش لايك للفيديو، كومنت للفيديو، شير للفيديو علشان يوصل لكل أصدقائكم اللي حابين يذاكروا من خلال الفيديوهات. شكرا، وأشوفكم في الفيديو القادم. أغفر.